إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا فلسطيني وبعرف اسمي وما تقدر تمسح رسمي فلسطيني وبعرف اسمي وما تقدر تمسح رسمي اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار حتى لو تحرق جسمي كرمال الأرض الصبرة وشبين القدس الحرة كرمال الأرض الصبرة وشبين القدس الحرة يا شك ثياب العتمة وضوب بيد النجمة يا شك ثياب العتمة وضوب بيد النجمة راجع وبدم الثورة مشتاق الفي البستان لا نبع بلادي عطشان مشتاق الفي البستان لا نبع بلادي عطشان المدفون بأرض وحي والبالغربي عطش المي المدفون بأرض وحي والبالغربي عطش المي بكفينا فراق وأحزان كرمال الأرض الصبرة وشبين القدس الحرة كرمال الأرض الصبرة وشبين القدس الحرة يا شك ثياب العتمة وضوب بيد النجمة يا شك ثياب العتمة وضوب بيد النجمة راجع وبدم الثورة وهدي يا ست المفتاح في المخيم ما برتاح هدي يا ست المفتاح في المخيم ما برتاح لما بدنا كروت التموين والوقف لشوال طحين ما بدنا كروت التموين والوقف لشوال طحين لو مهما بتزيد جراح
هب الشوق وطاب الموت يا لاجئ علل الصوت، هب الشوق وطاب الموت يا لاجئ علل الصوت، يا شمس استني طلوعي ويا دار استني رجوعي، يا شمس استني طلوعي ويا دار استني رجوعي، وعن حقي لا ما في سكوت، وعن حقي لا ما في سكوت، كرمال الأرض السمراء وشبيه القدس الحرة، كرمال الأرض السمراء وشبيه القدس الحرة، يا شك ثياب العتمة وضوب بيد النجمة، يا شك ثياب العتمة وضوب بيد النجمة، راجع والدم الثورة، راجع والدم الثورة. شعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، حكاية دم وقاضية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، فلسطيني واسمك عالشمس، عالشمس نضويها. هي بلاد زرعنا دروبك عزم وإصرار، راجع عزك ورجالك عخيول النار، عخيول النار. يا بلاد زرعنا دروبك عزم وإصرار، راجع عزك ورجالك عخيول النار، عخيول النار. صوتك يا يما بقلبي يفجر إعصار، صوتك يا يما بقلبي يفجر إعصار، أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، حكاية دم وقاضية، يا بأرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، فلسطيني واسمك عالشمس، عالشمس نضويها. نار الغرب بتكوينا لو جنة تكون، لو جنة تكون، ترابك بحرك وجبالك العيون، نار الغرب بتكوينا لو جنة تكون، ترابك بحرك وجبالك جوا العيون، اسمك زينا سمينا بلون الحنون، يشهد الله منسينا عطر الليمون، اسمك زينا سمينا بلون الحنون، يشهد الله منسينا عطر الليمون. يا أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، حكاية دم وقاضية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، فلسطيني واسمك عالشمس، عالشمس نضويها. وحد صوتك بالعودة تمسك فيها، فلسطيني واسمك عالشمس نضويها، وحد صوتك بالعودة تمسك فيها، فلسطيني واسمك عالشمس نضويها، أرض وشعب وحرية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، حكاية دم وقاضية، أرض وشعب وحرية، وحكاية دم وقاضية، فلسطيني باسمك عالشمس، عالشمس نضويها. حق العودة، حق حق العودة، حق العودة العودة، حق وحق العودة، حق العودة العودة، حق وبلادي بلادي، حق وبلادي بلادي، حق والعودة العودة، حق هو أرضي أرضي، حق بلادي بلادي. وين أيام الجرس
حياتي تحملي العقدة وتروحي على البيارة عند سيدي، وأيام الحصاد تغني للحصيد، والمغرب لما تتجمع الحبايب تغني سيدي غني أوف، ويتايف على مغناطي حلو يا ستة، وقعد على الحصير وعجين اعملي له مع منكوشة الزيت والزعتر وكوباية شاي واندهي له تتشايف عليها، وكوباية شاي واندهي له تتشايف عليها، وبتذكر يا ستة لما بكيت تلاقينا في الحارة وإحنا نلعب في الرمل ونغني، وتقول يا بكبك عن ستة يا بكبك عن ستة، اوو على الرمل يجي على راسك وعيبك، وآه يا ستة وآه يا ستة محلى زمان حكي زمان وصار في الزمان، وأيام الغلية وبدرية مسلوخة والشتوية والعلية حب زمان يرحم أيامك يا ستة. توكل مش تواكل واعمل بتفاؤل، توكل مش تواكل واعمل بتفاؤل، ملي قلبك بالياكين ملي قلبك بالياكين، وعلى الله توكل على الله توكل، على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العدناني الشافي لا سحر وعرافي، الله الله الشافي لا سحر وعرافي، ما يفيدك ولا مخلوق ما يفيدك ولا مخلوق، الله وحده الكافي الله وحده الكافي، على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العدناني صلي على العدناني، اسمع يا عبد الله اسمع من شان الله، اسمع يا عبد الله اسمع من شان الله، مهما تغدرنا الايام مهما تغدرنا الايام، الله الرازق الله الله الرازق الله، على الله توكل امشي ولا تسأل، على الله توكل امشي ولا تسأل، صلي على العداني صلي على العداني، والعالم علينا بيطلع، يا زمان قلبي بيتوجع والعالم علينا بيطلع، ما في عين علينا تدمع على الغير الدمع سكايب، حرمناه منك يا يما يا يما
عنواني يمه يا يمه يا يمه القمر والنجوم لا ليل صار النوم يجافيني الاخبار جاي عنهم ولا علوم يا ليل هاللي فيه مشفيني الاخبار جاي عنهم ولا علوم يا ليل هاللي فيه مشفيني ولا ما في عندك حبايب يا غربي وين الحنيه وين ما في عندك حبايب حرمان زقنا كتير ومن سنين الصغير صار بهالوقت شايب حرمان زقنا كتير ومن سنين الصغير صار بهالوقت شايب شايب هنا فلسطين كانت وما زالت وستظل هنا. من هنا مر التتار، لكنهم خرجوا وعادوا خاسرين. وهنا كان الصليبيون، لكنهم طردوا وولوا مدبرين. وقبلهم جاء الرومان، جاء الفرس، طمعت فينا الأكاسرة والقياصرة والأباطرة، لكنهم جميعا ولوا خائبين. وبقيت فلسطين فلسطين، وستظل الأرض رغم النكبة رغم النكسة أرض فلسطين لأهل فلسطين. وإن النصر آت آت ولو بعد حين. فلسطين أرض الوفاء والحب والإيمان، مهد المسيح بها مصر النبي العدنان، حلت بها نكبي وأهلها تشردوا والشعب لاجئ والشعب لاجئ غدا مبعد عن الأوطان. بالفرقة اعطى وعد فيه تساعدوا الروس وامريكا يا مع الالمان، اعطوا وطننا الشعب منه جردوا اهل ابن فينا هبود موعد يا
الوطن عادوا تعاهدوا يا أرض جدي إلك عائد أنا عشقايان عائد يا أرض إلك والعزم دوما بعقده مهما سنين انطوت وتكالبت أزمان عندما نتحدث عن تاريخ فلسطين لابد لنا من تذكر بعض صور الحياة من ريف فلسطين كما رواها أجدادنا الذين تشردوا قصراً من بلادهم هناك حيث كانت المحبة تسود بين الناس ويسود الوئام والصدق والوفاء زمن ووطن كان يسودهما بر الآباء وحب العطاء كان الناس يفرحون سوية ويحزنون لحزن بعضهم البعض والأرض تعطي من بركات خالقها تينها وزيتونها وغيرها من ثمار فلسطين اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية عن نكبة فلسطين مشاهد تاريخية اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية هي إسلامية اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية عن نكبتنا بفلسطين مشاهد تاريخية بدنا نبدأ الحكاية بشعر نصيغ الرواية ورضا الرحمن الغاية مش ربحة دنياوية اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية عن نكبتنا بفلسطين مشاهد تاريخية كنا ناس البعض نحب والأذى عن وطن نجيب عنا نخوة ناس نهب ما نرضى بالدانية اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية ونكر الضيف ونشعل نار نحمي العرض ونحمي الدار وكانت عنا حامية اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية عن نكبتنا بفلسطين مشاهد تاريخية كنا نوكر للآباء عالبر نرب الأبناء بمعروف طبيع وإشي مألوف ما كنا نعرف الخوف من غير رب البشرية اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية عن نكبتنا بفلسطين مشاهد تاريخية كنا نعيش بأراضينا نزرع نسكي وتعطينا والله بعونه يحمينا بعناية إلهية اسمعوا يا مرابطين الحقيقية عن نكبتنا بفلسطين مشاهد تاريخية كنا نحيا بالوحدة عدر بالخير بنهدي لما
ما تدهمنا الشدة ندعي رب البارية. اسمعوا يا مرابطين هالقصة الحقيقية عن نكبتنا بفلسطين، مشاهد تاريخية مشاهد تاريخية. وما زال من بقي من أهل فلسطين يحلم بالعودة ويوصي أولاده وأحفاده بأن العودة حق أبدي لا تنازل عنه، ولكن العودة لها ثمن لا بد من دفعه، أولها أن يعود الناس لربهم إلى طريق الصواب والصبر والصمود، لأن طريق التحرير طريق يقطعه صاحبه بالصبر والبذل والتضحية والتوكل على الله. جيل النكبة بعده جيل قالوا من غير شرح طويل، عصافة ورد الجليل قريب نعاود يا خيي. جيل النكبة بعده جيل قالوا من غير شرح طويل، عصافة ورد الجليل قريب نعاود يا خيي. يلي بدك أرض تعود ارفع شعار الصمود، جود بدمك مالك جود وادعي رب البارية. جيل النكبة بعده جيل قالوا من غير شرح طويل، عصافة ورد الجليل قريب نعاود يا خيي. ظلك متمسك بالأرض وحفظ الأرض علينا فرد، إياك تفرد بالعرض ولا ترضى بالذلية. جيل النكبة بعده جيل قالوا من غير شرح طويل، عصافة ورد الجليل قريب نعاود يا خيي. أرضك تمسك بيها ولا ترحل وتخليها، جود بدمك واحميها تعود الحرية. جيل النكبة بعده جيل قالوا من غير شرح طويل، عصافة ورد الجليل قريب نعاود يا خيي. ولو هدوا عود بنيها تحيي بسعادة فيها، ورد نعشت بسقيها من دمعات عنيا. جيل النكبة بعده جيل قالوا من غير شرح طويل، عصافة ورد الجليل قريب نعاود يا خيي. في النهاية بوصيك وانا عنك ببحاكيك، احمي الدين الله يحميك بالنصر الرباني. جيل النكبة بعده جيل قالوا من غير شرح طويل، عصافة ورد الجليل قريب نعاود يا خيي، قريب نعاود يا خيي، قريب نعاود يا خيي. لن يخذل الله شعبا ولا أمة عزت بكتاب الله جل وعلا. ومن هنا نستسمحكم أيها الإخوة، والحركة الإسلامية تقدمها هدية رمزية لكل أخ وأخت حافظين لكتاب الله، $1,000 تسلم إليهم في ديار في بيوتهم، ودرع كذلك إن شاء الله، وكبادرة طيبة وسنة حسنة. بادر الإخوة شباب مسجد الإحسان من راهة النقب، وهم يقدمون لكل حافظ مبادرة مباركة $1,000. الله أكبر ولله الحمد. الأخ المكرم محمود أحمد عزايزي من كراد الغنامي المهجرة عرب الحولة يكرم الحافظ ميسرة محمد كيال من البلدة الجديدة. الله أكبر ولله الحمد. الأخ الكريم وحش هواش من البلدة المهجرة البروة يكرم الحافظ آدم فضل زعرورة من شفا عمرو. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
الأخ صالح داود زيني من البلدة المهجرة الغابسية يكرم الحافظ محمد يوسف زعرورة من شفا عمر كذلك. الله أكبر ولله الحمد. الأخ الكريم رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان أبو فيصل يكرم الحافظ محمد قاسم شهاب من بئر المنصور. الله أكبر ولله الحمد. الأخ حسين محمد رماني من البلدة المهجرة السجرة يكرم الأخ الحافظ علي خالد كبها من برطعة. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الأخ محمد أسعد مرشد من البلدة المهجرة الدامون يكرم الأخ الحافظ جمال عبد الغني أسعد من إكسال. الله أكبر ولله الحمد. الأخ سعيد عبد المجيد أبو الهيجاء من البلدة المهجرة الرويس يكرم الحافظ أحمد وليد دراوشة من إكسال. الله أكبر ولله الحمد. الأخ محمد عامر من البلدة المهجرة صفورية يكرم الحافظ عدي خالد دحلي من طرعان. الله أكبر ولله الحمد. الأخ عوض عيسى من البلدة المهجرة ميعار يكرم الحافظ سليمان محمود نصار من طرعان. الله أكبر ولله الحمد. الأخ محمد أبو غانم من اللد يكرم الحافظ عبد الرحيم إغنيم من اللقية النقب. الله أكبر ولله الحمد. التكبير عاليا إن شاء الله. الله أكبر ولله الحمد. الشيخ الكريم يوسف الباز من اللد كذلك يكرم الحافظ بهاء الدين زياد مصاروي من يافة الناصرة. الله أكبر ولله الحمد. الحاج موسى أبو شهاب
من القرية المهجرة صبارين، يكرم الحافظ محمد نعمة موسى من يافة الناصرة كذلك. الله أكبر ولله الحمد. الحاج محمد سرحان من البلدة المهجرة بيسان، يكرم الحافظ صبحي حسام إغبارية من أم الفحم. الله أكبر ولله الحمد. الحاج مصطفى مصري من مهجري الطنطورة، يكرم الحافظ سليم بسام عمري من صندلة. الله أكبر ولله الحمد. نريدها أعلى مجلجلة. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الحاج كمال الأديب من الكفرين، يكرم الحافظ حسني عاطف عزام من دير حنا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. وأما الأخوات الكريمات الحافظات للقرآن، المدارس التي ستبني لنا الأجيال وسيخرج من أرحامهن جيل النصر القادم بمشيئة الله، نحييهن تحية خاصة وبتكبير خاص. الله أكبر ولله الحمد. المكرم هاني منيب من بلدة المنسية، اسم الحافظة مريم أحمد زميرو من قلنسوة، وينوب عنها في تسلم الجائزة إن شاء الله ابنها أمير حسن عبد الرحمن زميرو. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الأخ المكرم محمد قاسم السعيد من البلدة المهجرة عمقة، يكرم الحافظة ولاء سعيد مصاروى من عرعرة، وينوب عنها خالها إياد حسني مصاروى. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الحافظة لكتاب الله آلاء صبحي أبو العلا من شفا عمر، يكرمها مصطفى هزاع دحابري من القرية المهجرة حطين، وهو وليد والدها صبحي صالح أبو العلا، فليتفضل. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أعرفكم بنفسي، عرفنا الأخ محمد إسعد أبو علي مرشد من قرية الدامون المهجرة في سنة 48، كان عمري في ذلك الوقت 8 سنوات، ولم أدخل المدرسة في تلك السنة لسبب، كان في عنا
السنة القادمة بيكون أفضل. هيك أبوي قال لي. وإحنا قاعدين نسهر عند دار عمي، كانت صارت ساقطة حيفا وساقطة عكا، والبروي جرتنا في حد الدمون من شمال كانت ساقطة. أعرفكم على قرية الدمون. قرية الدمون هي على تلي ترتفع عن سطح البحر 25 مترا، تبعد عن عكا 16 كيلو متر في الاتجاه الشرقي الجنوبي. إنها في سهل عكا، يقال الاسم هيك عندنا دارج عكا، سهل عكا. تكون الدمون في قضاء عكا سهل فلسطين الجليل الغربي. هيك تعلمنا احنا اولاد صغار. فالدمون كانت من احسن القرى من جهة الاراضي والمساحات. سطح القرية للدمون كان 111 دنم. أراضيها المشجرة بالزيتون اللي أنا كنت أذكر كذلك قبل ما يقلعوه، لأنني اليوم ما بقوش عندنا ولا شجرة زيتون من العمري كله، كان عندنا 484 دنم زيتون مشجر مع أشجار اللي بهذيك الأيام التين العنب والتفاح القليل، كان الواحد زرع شجرة أو شجرتين، واللوز والصبر اللي كان على دائر الحكورة اللي بذكرها هاي اللي كانت عندنا في أرض اسمها المدورة. ولما شرفوا الشيخ رائد صلاح كنا بجنب الوعرة اللي بحكي عنها. فكان عندنا بالدمون يعني ما كانش في صنايع صنعة ثانية، كان في فقط الفلاحين المزارعين. وكان عندنا في أرض الدمون خصاب كثير، في أيام الصيف لما نبدأ الحصيدة كانت تنزل قطعان غنم وماعز وجمال وبقر من الجولان. هاي أنا بذكرها لأنه كنت مع أبوي أكون فعلا. واللي بيعرف أرض الدمون في اسم تل كسان مسجل بالكتاب، ولكن إحنا بنعرفه تل الدمون. اللي كان يعرف تل الدمون في حد بير ماي نبع، ولكن نستغله بأيام الصيف. من اللي يستغله؟ كل القادمين من الجولان والجليل الأعلى والجليل الغربي اللي عندهم قطعان تنزل وين؟ على أرض الدمون. أرض الدمون يعني الاختيارية هيك بقولوها، أرض خصبة وأرض فيها خيرات كثيرة. واللي بعرفهاش من الدعاء إن شاء الله يزور الدمون وبنطلع عليها عن كثب. إسا غربية تل كمان حوالي 2 كيلومتر في موقع اسمه دعوق. هناك ما فيش تل عالي، كانت الأرض يعني شوي مرتفعة، وكذلك في بير مي ثاني. إسا الفلاحين عندنا يستغلوا هذا البير بيام الصيف يحطوا عليه سقة. طبعاً الاختيارية بيعرفوا كلمة سقة، الشباب يمكن بيعرفوهاش. السقة اللي بيطلع المي على الدولاب من قاع البير ويملي بيركي من شان اللي عندي طرش وقطعان الطرش تراضي هناك. هاي كنت طبعاً أعيش وأروح مع أبوي بأيام الصيف لهاي الأرض. الأرض هاي ما بنسهاش، ولكن في إشي أكبر من هذا اللي صار. لما سقطت البروي حكيت عن سقوط البروي، وإحنا قاعدين نسهر عند دار عمي مصطفى أبو علي، سمعت واحد منهم بقول الليلة هاي اللي مضت قبل يومين يعني تقريبا صارت مذبحة بدير ياسين، ذبحوا الصغير ذبحوا الكبير. المضبوط بهذيك السهرة يعني كان الجو انقلب من رأسا لعقب، يعني الناس كلها اللي بيكي واللي انمقت واللي ينام على وجهه طب. المهم قمت الصبح رحت على البيدر أدرس عند الله ورسوله، درسنا القمحات زبطنا الأمور، بدي أبوي يذري من قبل الظهر مع يعني مثل ما نقول اليوم قبل صلاة العصر تقريبا. صفينا الذراوي القمح بالعدل وصرت أسحب الفرس مع أخوي ونروح القمح على البيت. في آخر كيس قمح عدنا قبل ما نصل للآخر، أجت طيارة بيضاء تحوم فوقينا
بهذيك الايام الطياره ما كانش يعني شيء الناس تشوفه بكثره. بقول له ابوي شو هي يابا؟ بقول لها يابا طياره الهدنه ما تخافش. وصلت لما وانا ساحب الفرس لاخوي يعني حوالي 200 متر عن البيدر اللي حد التربه للدمون اللي بيعرفوا تربه الدمون حد من غرب على ذيل الشارع البيدر كان. وصلنا باب الدار والا القنابل من البروي المحتل من الهجنه هذيك الايام يقولوا لها جناه ضربت وين؟ ضربت على دار عمي اجت محد البيدر من غربه بس ب 100 متر ما فيش 100 متر بهاي الهواء بالقنبلة الأولى أجت على دار عمي قتلت بنت عمي خليل اسمها باسمي انجرحت مرت عمي وانجرحت بنت عمي الثانية وحطينا كيس القمح حطينا فرشتين والحفين على دار الحصان وركبني أبوي أنا وأختي الصغيرة وسحب فينا على كابول. كابول من كابول بيتنا ليلي طلعنا على معار من معار برضو بيتنا ليلي عند دار مصطفى أحمد الشحادي أبو أحمد صاحبنا كان يجي عندنا زيارات. من هناك كذلك لخار طلعوا وين؟ طلعنا على سخنين. إخواني الصحيح يعني والمرارة في حلقي لما بحكي هذا الكلام، لما وصلنا على سخنين حسينا النكبة بديت طلعتنا من الدمون ما فكرناش فيها كثير. وصلنا على سخنين لا بيت ولا مأوى ولا في محل تقعد إلا بركة سخنين اللي بيعرفوا البركة إسا هني بنوا البلدية في محل البركة. في هناك كرم زيتون اسمه المدق أهل سخنين بيعرفوا الاسم هذا طبعا بفوت على مشط الطريق. قعدنا هناك من الدمون من كابول من معار من أهل شعب كل عيلي تحت زيتوني كل عيلي تحت زيتوني. ورايكم منين بدنا نشرب؟ من بركة سخنين. الله الوكيل على ما بقول وشهيد على ما بقول. أرفع أو أعيد أفوت بالمي قدر نص متر وأنا ولد عمري 8 سنوات وأغرف السطل من شان نأخذ شوية الميات أنظف. الغنم قطعان الغنم والبقر معنا والخيل تشرب ونأخذ من نفس البركة هاي. إحنا نايمين تحت الزيتون ويد الله مع جماعة ما فيش مشكلة ما فقنا بنص الليل وإلا كأنه العالم انقلب. سقطت صفورية وتج أهل صفورية وين؟ لفوا عنا على سخنين. سخنين هناك قمنا الصبح وإلا والله شوفوا هالجمع الكريم هذا الأمم منها الشكل كانت القطعان الغنم معهن كل يعني حيوانات تريشن كله معهن وين بده يردوا منين بده يشرب؟ والله بعيني هاي شفتوا من نفس البركة نشرب. من هون بدت النكبة عنا لا مأوى ولا أرض ولا سقف. وإحنا قاعدين إحنا وهي الناس يومين أو ثلاثي وإلا بنص الليل قام الطخ. ويا حبيبينا الله يحميكم الجميع وما تشوف هذيك الساعات. وسخنين لما قالت يلا كل واحد حمل أولاده على فرسه على بحر. أنا شفت بعيني ناس حطوا على البقرة إفراشين وشوية مؤن معهن معهن شحمارة ولا فرس ولا حصان ولا جمل. إسا بهاي المأساة لما قمنا بالليل وكيف بدنا نتجه ووين بدنا نروح؟ وأمم أمم لا تحصى ولا تعد من صفوري معار كابول شعب ومن أهل سخنين كلها رحلت. مشينا بهالليل قول أجينا على أرضها السهل قعدنا للصبح. طلع النهار طلعت الشمس طلع أبوي شاف وين إحنا اليوم بقولوا لها أرض المل. قال بدنا نشرم شمل على الرامية. وصلنا الرامية هناك الأرض صعبة في عندي نعيم مي لكن فيش محل نقدر نقعد تحت زيتوني. طلعنا وين مع لقائنا لجارنا اسمه علي يوسف العثمان على عين الرامية. قال إحنا يا عم مسعد قاعدين لأبوي قال له إحنا يا عم مسعد قاعدين بسجور هناك في زيتون مليح وقاعدين إحنا جماعتنا هناك. قال أبوي يلا تنغرب. غربنا على سجور قعدنا بسجور تحت الزيتون بشمالي الشارع اللي بالريح الشمالي من جبل سموه جبل محوز هناك من بعد العصر يشيل اللحف
يعني الإنسان اللي قربط بل حتى يقدر يتغطى فيه. قعدنا هناك 35 يوم، امرضت مشينا. قال أبو يابا نبين الوضع صعب معك، أحسن ما تموت هون، روحت أن نرجع سخنين، إن متت على الأقل من قبرك هناك. إسا بدنا نذكر الأمور يعني ونقصر الطريق، لأنه الطريق مأساتنا كبير جدا. يعني الصحيح بالنسبة للدمون بزيدكم كلمتين صغار، كان في عنا بالدمون كمان عائلة، عفوا إخوان إنا جيراننا المسيحيين، كانت علاقتنا معهم مليحة، وكنا إحنا ويان في جيري طيبة، وكان عمل يعني ما كانش إشي يصير إلا مع بعض، الأعياد المناسبات. ومن هذا الموقف بعدنا لليوم هذا إحنا وهني كإخوة عايشين، نتبادل الزيارات بالأفراح وبالأتراح. أما مجيئنا من سخنين لكابول، كان كابول كان عدد سكانه بذاك التاريخ 370 نسمة، أجينا من الدمون ومن معار أكثر من عدد البلد، بدنا نلاقي محل نسكن. وصلنا عند المختار يا أبو قاسم الله يرحمه، محمد قاسم طه، إنسان محترم كان وشو طيب. المهم درنا على البلد ما لقيناش ولا بيت. قال أبوي عارف يا مختار بدنا نروح نسكن بالجامع. رحنا بلا طول سيري بالقصة، كنسنا الجامع وفتحنا الجامع، سكننا 4 عيال في الجامع اللي سكنين. في هاي المأساة اللي هي مأساة السكن بنسهاش، وبشكر أهل كابول اللي كانوا بوقت واللي بعدين اليوم، نشكرهم على اللقاء الأخوي. صحت أسهل ختيار جدي يلي مشرد صار، مجرم هد علينا الدار وولادي حواليه، وولادي حواليه.